السلام عليكم الغزالات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدير مع الصحه؟ كلشي بخير، كلشي مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات فيديو جديد، نهار جديد، غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله حلوه تاع العيد. سهله البنات، كتجي غزاله. وبغيت نقول لكم مبروك عليكم العواشر، والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه يا ربي، وعيدكم مبارك سعيد. مسبقا رمضان سبحان الله ما بقى فيه والو، قريب يخرج. الله يجعلنا من عتقاء من النار، والله يتقبل منا صالح الاعمال منه منكم يا ربي. ودرت واحد الشكيل واحد ديال الحلوه، ان شاء الله مازال غادي ندير الفقاس وغادي ندير واحد الشكيل اخر، فقلت نحيد عليا غير بشويه بشويه بلا ما ندير كل شيء نهار واحد، غادي يضيق الحال والوقت وغادي تبرزطي. اللهم سهل عليك الامر، ولا بغيتي ديري شي شكيلات كل نهار ديري واحد. ودابا نخليكم مع الحلوة تاع العيد ان شاء الله. نبداو على بركة الله البنات. هنايا عندي قشور ليمونة وحدة كامل البنات، القشور تاع الليمونة كاملة، والعصير ديال الحامضة، هو الحامض الليمون كيقولوا لي الحامض، هنايا كيقولوا لي الليمون، حامضة كاملة البنات، العصير ديال الحامضة كاملة مع القشور كامل، تكون الحامضة كبيرة. كنزيدوا عليها ثلاثة البيضات، وكنديروا عليها كاس مع مرش ديال السكر. اي كاس عندك غادي تعبري به نفس الكميات كاملين، ماشي ضروري تاع العنبه، كديري كاس مع مرش ديال الزيت، كاس مع مرش ديال السكر، وكتحركي مزيان هذاك الحامض، القشورة الحامض مع البيض والزيت والسكر. وكديري وحده فانيلا، فانيلا ديال المزهر ولا البرتقال ولا اللي متوفر عندك. وكديري دابا كاس عامر ديال الفينو، الفينو راكو عارف انه في المغرب، بالنسبه للبنات اللي في الخليج الا بغاو يشريو يقولوا ليه السميد الناعم. وعندنا كاس ديال الكوك، وعندنا كاس ديال الطحين، طحين الفورس. انا هنايا غادي نجمع العجينه ديالي، وغادي نشوف الا احتاجيت غادي نزيد كاس اخر. هنا البنات زدت كاس اخر ديال الطحين، يعني كاس ديال الكوك، كاس ديال الفينو، جوج كاس، جوج كيسان ديال الفورس. عقلتو مزيان، جوج كيسان تاع الفورس، كاس واحد تاع الفينو، كاس واحد تاع الكوك. وهكا البنات كنجمعها، شوفوا البنات كيفاش كتجمع، هكا ساهله، ما كتحتاجوش تكوروها، غير جمعوها هكا بصبيعاتكم، راه كتكون رطبه العجينه، ما تقصحوهاش البنات. حاولوا ديروا نفس المقادير باش ما تجيكمش قاصحه، نفس المقادير ما تزيدوهاش باش ما تجيش قاصحه، تجيكم خفيفه وزوينه وهشيشه. صافي كنحطوا على السكر كلاصي، هذا سكر كلاصي البنات، حتى نكملوا الكميه كامله. وكنمرمدوها هكا في السكر كيف كتشوفوا البنات، ونحطوها في اللاطه، ونشعلوا عليها الفران من الفوق ومن التحت على المهل، من الفوق ومن التحت، ويكون الفران مهيل. بغيتي تشعلي عليها غير من الفوق باش تشقق لك شويه، وتعاودي تشعلي عليها من التحت، شعلي عليها من الفوق تتشقق لك، وشعلي عليها من التحت. بغيتي تشعلي من الفوق ومن التحت وتخليها على المهل، شعليها من الفوق ومن التحت. انا البنات كنشعل الفران من الفوق ومن التحت، وكنخليه على المهل، كطيب ليا مره واحده، مره واحده كتحمر من الفوق وكتحمر من التحت. صافي كنزينوها هكا بشويه اللوز من الفوق. كيف شفتوا البنات، راه ساهله والمقادير ساهلين، وراه ما كتعيك ما حتى شي حاجه، وكتجي غزاله البنات، ضروري خاصكم تجربوها. ايوا هاي الحلوه ديالنا وجدات البنات، كيف قلت لكم كنشعل عليها من الفوق ومن التحت على نار مهيله، راه كتجي رطبه وهشيشه وكتذوب في الفم، والمذاق تاع الليمون مع الكوك، يا سلام، عشاق الليمون اللي هو الحامض، عشاق الحامض مع الكوك، راه كتجي خطيره، جربوها. وكتزيدوها هكا نهار العيد في الطبسيل ديالكم، كتعمروا بها الطبسيل وكتزينوا بها مائده الافطار ديالكم، وبالصحه والراحه. وهنايا البنات غادي نشارك معكم الفطور ديالي، قلت ضروري نشارك معهم الفطور تاع اليوم، ما بقيتش شاركت معكم الوصفات وداكشي من شحال هادي ملي كان الوالد، صافي مشى ما بقيتش شاركت معكم شي حاجه. اليوم ان شاء الله غادي ندير دجاج، توحشنا الدجاج هكا محمر مع الحامض والزويتينات والبطاطا فريت. وهنايا عندي الحريره، رديت الحريره طيب،
هنايا الحريره دغيا كطيب، هنايا العدس والحمص وداكشي ديالهم دغيا دغيا كيطيب. في المغرب راه كنسدو عليها في الكوكوطه وكتاخذ وقت، لا هنا دغيا كيطيب. بالنسبه هذا البنات البغرير، هذا خلطته البغرير ان شاء الله غادي نرجع ليه. هنايا حتى الحريره ديالي راه قربت طيب، باقي غير ندورها، مازال ما دورتهاش، بقى لها غير داك التدويره الاخرى ديالها. كيف قلت لكم راه دغيا كطيب البنات، دغيا كطيب واخا ترديها في اخر ساعه الاخرى كاع كطيب دغيا. وكلشي على هاد البريمه، العمده كلها على البريمه. هنا البنات البغرير حتى هو طلع، خليته غير 10 دقائق. دابا غادي نساليه، درت غير شويه ما كثرتش باش نحيدو عليا بالزربه وما يشدش ليا الوقت. كيجي البنات خفيف، تنشاركوا معكم ان شاء الله. شوفوا البنات كيفاش كيجي، راه كيجي غزال. دابا نشارك معكم الطريقه ديالو، كيجي غزال وخفيف خفيف البنات، كيجي خفيف. والمذاق ديالو الا بغيتي تخلو البغرير العادي، بغيتو تزيدو فيه شويه الفانيلا زيدو فيه شويه الفانيلا، الا كتبغيو البغرير مع العسل والزبده فيه داك الطعم ديال الفانيلا راه كيجي زوين. صافي هنايا كملت البغرير ديالي، ما بقى لي والو، بقى لي غير شويه البيتزا وشويه البريوات. البريوات واجدين غادي نقليهم. هنايا البريوات عندي ديال الدجاج، راه كنت شاركت معكم الوصفه. ايوا دابا غادي نبداو البنات نقدموا الطابله ديالنا. ولا عجباتكم شي حاجه البنات قولوا لي شاركيها معنا، غادي نشاركها معكم البنات. اي حاجه شفتوها عجباتكم قولوا لي شاركيها معنا، غادي نشاركها معكم. هي حيت ضيق الوقت داكشي علاش ما شاركت معكم كلشي. هنايا الدجاج ديالي راه طاب وحمرته، الحريره ديالي طابت، العصير درت العصير الفريز ومع الليمون والبنان مع الحامض. البنان مع الحامض راه كيجي غزال البنات. وصافي هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم، الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والصيام ديالكم يا ربي. البغرير ديالنا جا غزال حتى هو، ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديالو. وهذا فطورنا ديال اليوم، ان شاء الله نسالي الفطور ونمشي نوريكم الهميزات اللي كاينين في البخور ان شاء الله في الشحنه الجايه. السلام عليكم البنات، كديرين لاباس عليكم؟ انا رجعت معكم عود، جيت نوريكم الهميزات اللي كاينه في البخور ان شاء الله. الشحنه الثانيه غادي تكون ورا العيد، اللي بغات شي حاجه ديال البخور البنات صيفط ليا على الخاص، غادي نصيفط ليها غادي نخلي الرقم ديالي هنايا في الفيديو على الشاشه، صيفط ليا عنوانها رقم تليفونها الاسم ديالها الكامل وتحجز طلبيتها. ومرحبا بالجميع، كلكم مرحبا بكم. بالنسبه للبخور البنات، هاد العلب البلاستيك هما اللي كنشحنوا فيهم برا خارج الدوله، سواء المغرب ولا اوروبا ولا اي بلاد، كيمشي في الشحن حيت خفيف في الوزن وما كيتهرش. بالنسبه للزاج غير داخل الدوله حيت الشحن في 24 ساعه كيوصل ما كيتهرس ما شي حاجه. اما بالنسبه خارج الدوله البنات كيتهرس داك الدجاج وثقيل في الوزن وكيتحسب الشحن زايد. بالنسبه اللبان البنات، بعض البنات كيطلبوا اللبان ناشف، يعني بلا زيوت عطريه بلا خلطه بلا حبه البركه وداك الشيء، كيطلبوه ناشف، كيبغيو يبخروا به، كيبغيو يديروه هكا الدواء ولا شي حاجه. حتى هو متوفر، كنصيفطو اللبان ناشف ماشي مسقي. بالنسبه للبان تاع التجميل كاين حتى هو البنات متوفر، اللبان تاع التجميل، اللبان تاع التجميل بوحدو واللبان تاع البخور البنات راه بوحدو. بالنسبه للبان كتبخري به في الدار، خصوصا هذا المسقي كيكون فيه الريحه زوينه وكترد الطاقه السلبيه من الدار، خصوصا نهار الجمعه كتحلي الشراجم كتبخري الدار بهذا اللبان، راه كيعطي واحد الطاقه ايجابيه في الدار، كيخلي واحد الراحه نفسيه، كيطرد الروائح الكريهه خصوصا ورا الطياب البنات. ولا كنتي دايره الحوت ولا كنتي مطيبه راه ما كيخليش لك ريحه الطياب نهائيا في الدار. ومن وراها كتبخري بالبخور اللي عجبك، الريحه اللي كتعجبك من اي نوع تاع البخور كتبخري به، ولكن في الاول خاصك تبخري باللبان باش الريحه تاع البخور داك العطر اللي غديريه من بعد كتبقى
وكتدوم مدة طويلة في الدار. بالنسبة للبنات هذا دخون، راه كاين فرق ما بين البخور والدخون. هاد الدخون كيكون هكا عجينة، كيديروها بالاشكال الكثيرة ولكن كيكون عجينة، دخون هو اللي كيتعجن، اما البخور هو داك اللي كيكون عويدات، يعود بحال عود الكمبودي، الاعواد الطبيعية، ولا كيكون عود مسقي. هذا كنقولوا ليه البخور، كيكون عود مسقي ولا عود طبيعي، رائحة طبيعية. العود الاندونيسي ولا العود الهندي ولا العود الكمبودي هذاك بخور، هذا دخون كيكون هكا معجون بالعنبر المسك، كيكون فيه بزاف الاشياء، كيكون هكا على شكل كويرات. بالنسبه للبنات ان شاء الله غادي توفر العطور، حتى العطور غادي تتوفر ان شاء الله عن قريب، ان شاء الله ورا العيد غادي توفر العطور المسك الغزلان، فيها روائح شرقيه وروائح فرنسيه، ولكن اكثريه غادي تكون روائح شرقيه يعني روائح خليجيه. وكاين البنات متوفر حتى المبيخرات، اي حاجه كتخص البخور وعالم العطور والطيب متوفره البنات، يعني من مبيخرات، من مسك الطهاره، من دهانات المسك حتى هي متوفره، متوفر هذا المبيخرات ديال الشعر، كاين ديال الشعر بوحدهم البنات وديال الدار بوحدهم، حيتاش ما تقدريش تبخري شعرك مثلا بهاد المبيخره، حيتاش كتكون محلوله يقدر يتحرق لك شعرك ولا شي حاجه، كتبخري شعرك وهو فازق البنات. بالنسبه لهاد المبيخره راه فيها الالوان كيف كتشوفوا، فيها الالوان. بالنسبه نكمل لكم المبيخره تاع الشعر، ملي كتخرجي من الحمام، كتخرجي من الدوش، شعرك مازال فازق كيكون هكا مطلوق، كتبخري شفتي هاد المبخره ديال الشعر، ما الجمره كتبقى لداخل مع البخور، فكيخرج الدخان من الفوق وكتكون حاميه لك الشعره ديالك، ما كيتحرق لك لا شعرك لا شي حاجه، كتخشي هاد المبخره هكا اللور ديال اللور ديال شعرك، كتلوحي عليها شعرك، هاد المبخره كتلوحي عليها الشعر ديالك وكيتبخر على راحته هو فازق. بالنسبه لدهانات المسك البنات، هادو دهانات المسك بروائح مختلفه وروائح فيهم منعشه، كاين الروائح العربيه والروائح الفرنسيه. هاد اللون الازرق العنبر واللون الموف هذا الخزامه، البنات اللي عزيز عليهم ريحه الخزامه، هاد الموف الخزامه، وهاد المسك الوردي جاي على لون وردي، هذه رائحه فرنسيه، رائحة فرنسية البنات. وهديك البيضة راه المسك، وهاد الرمادي راه رائحة عربية، رائحة شرقية. وهاد البنات كاين منهم الزعفران وكاين منهم مخلط إماراتي، كيقولوا ليه مخلط إماراتي، ريحته زوينة. وهذا المسك الأبيض الغني عن التعريف البنات، راكو كتعرفوا المسك الأبيض لاش كيصلح ولاش كيليق، زوين زوين بزاف. والبنات راه فيه واحد الحاجه اخرى هذا المسك، انه كي حارب التعرق ويزيل التعرق، تعرق البنات اللي كتعاني من التعرق، راه المسك غزال كيحبس التعرق. بزاف المنتجات في السوق كتباع ضد التعرق، لازاله التعرق البنات، المسك خطير لازاله التعرق البنات، وكيخلي فيك ريحه زوينه وطيبه. بالنسبه ليا انا البنات، اللبان هذا راه ساله كيف كتشوفوا، هذا اللبان ديما البنات ملي كنطيب كان ضروري خاصني نديرو ورا الطياب، كيحيد ديك الريحه ديال الطياب من الدار، كيحيد الروائح الكريهه اللي كتكون في الدار، كديروا منه غير حبه البنات، ما تكثروش منه، حيتاش هو راه غير بوحدو راه مجهد كيخلي لك واحد الريحه زوينه في الدار، كدير منه هكا حبه ولا سالات هذيك الحبه زيدي حبه اخرى الا كنتي باغا تبخري. ومن بعد البنات راه كتديري اي بخور كيعجبك، اي نوع تاع البخور عندك في الدار، اي نوع تاع البخور كيعجبك، اي ريحه كتعجبك كديريها من ورا هاد اللبان، كيبقى كتبقى ريحه البخور شاده في الدار، وكتبخري على النقا، كيفنا كيفاش كنقولوا كنبخروا على النقا، كتبخري على النقا. دابا بحال هاد اللبان كيصفي لك الريحه اللي في الجو باش نتي تبخري على راحتك. وبالنسبه للبنات لواحد الحاجه مهمه، واحد النقطه مهمه، هو الفاخر.
البنات الا درتي شي فاخر ريحته ما زويناش كيخسر لك البخور كامل، وكيخسر حتى ريحه تاع البخور، يعني كي ما كتبقاش ما كتبقايش تشمي ريحه البخور، كتولي تشمي غير ريحه الحراق، ريحه الفاخر، كتشمي بحال ريحه العود كيتحرق. البنات كاين فحم ديال البخور، ما ديروش اي فحم البنات، ما ديروش، خصوصا البنات اللي في اوروبا ما كيلقاوش الفاخر ديال البخور، كيديروا الفاخر ديال هذوك اللي كيديروهم ديال الشيشه، هذاك الفاخر ديال الشيشه كيكون فيه نكهات، كاين اللي نكهه الجوز الهند بنكهه شجر يمكن الصنوبر، هذوك الروائح ديال اللي كيكون في الفاخر ديال الشيشه راه كيخرج على البخور. البنات حاولوا البنات تقلبوا على الفاخر بدون رائحه، فحم بدون رائحه باش تبقى ريحه البخور، حيتاش الفاخر وداك الفاخر اللي كاين واحد النوع من الفاخر مغطي بواحد طبقه ذهبيه ولا الالوان، دابا ولاو كيديروا الالوان ولاو كيديروا الفاخر عليه واحد طبقه ملونه، كتلقايها يا ذهبيه يا فضيه يا البنات، بعدو من هذيك الالوان راه كتعطيك بحال ريحه الزيت محروقه، ملي كتشعلي ديك الفاخره اللي ملونه كتعطيك بحال ريحه الزيت محروقه. ومن الاحسن كاع الا ما عندكش هذا الفاخر دير غير الفاخر الطبيعي اللي كنشويو به، عرفتوا البنات داك الفحم الطبيعي اللي كنديروه للشوا، هذاك وهني راسك، لقيتيه ديريه، ما لقيتيش خذي الفاخر ديال البخور، الفحم البخور البنات كنصح به البنات كاملين. اهم حاجه واخا ما عرفتش شنو ديري باش تبخري، الا كان الفحم فيه الرائحة ولا الفحم ديال الشيشة راه كيخرب لك الريحة كاملة. بالنسبة للبخور كاين عروض البنات، بالنسبة لأي بلد أي مكان كاين عروض على البخور، كاين مجموعة كاملة من البخور، كاين اللبان فيه جوج علب، الدهانات المسك فيهم ربعة ما بينهم مسك الطهارة، والبخور كاين ثلاثة الأنواع ديال البخور، عربي وفرنسي وميكس مخلوط ما بين العربي والفرنسي، ثلاث علب بخور مع جوج علب لبان معطر بحبة البركة مع أربعة دهانات المسك، هذا هو البوكس البنات، البوكس الكبير اللي كندير عليه عروض وكنصيفطو لبرا، وكاين بوكسات صغار داخل الدولة وحتى داخل الإمارات كنبيعوا لهذا البوكس الكبير، غير هو خارج الدولة أكثر شيء كيطلبوا البوكس الكبير، كيبغيو يجربوا من كل شيء، ما قليل فاش كيطلبوا البوكس الصغير، أكثر هي كيطلبوا هاد المجموعة كاملة. والبنات إن شاء الله غادي يتوفر كيف قلت لكم بزاف منتجات عند مسك الغزلان. كيف كتشوفوا البنات دابا راه داك اللبان سالة، درت فحم اخر حيت هذاك الفحم داب، عاود شعلت واحدة اخرى، هاد الفاخر كتقدر تشعلوه على البوطة البنات، كتقدر تشعلوه بديك البريكة ديال الفاخر بحال، وعاد كندير من بعد البخور اللي كنبغي نشم ريحته كنديرو، كيبقى ثابت حيت هذاك اللبان حيد ليا داك الروائح الكريهة اللي كانت في الدار، ريحة الطياب كيف قلت لكم وداكشي. بالنسبة للبنات اللي بغات مرحبا بها على الراس والعين، وان شاء الله كيف قلت لكم غيدخلوا العطور جداد ان شاء الله تاع مسك الغزلان، فيهم ريحه العود والروائح الشرقيه، وكاينين حتى العبايات اللي بغات مثلا هكا العبايات الكلوش ولا العبايات المتحجبات ولا حتى العبايات العاديات مرحبا بالجميع، كاين عبايات على الاشكال والانواع، انا نخلي لكم الانستغرام راه فيه العبايات والموديلات تاع العبايات، ومرحبا بكم كاملين، وشكرا لكم بزاف بزاف شكرا لكم بزاف بزاف الغزالات، وان شاء الله نشارك معكم الحلويات اللي باقين العيد، باقي تسلم عليهم قول لهم السلام، باقي ان شاء الله كيف انا ما يخلينيش نهضر معكم، مرحبا بكم كاملين